للعيد نفحات، طرائق بر، أيادي خير وبركة ومسرات. من قيم الخير والتكافل اللي غرسها فينا والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، رسمنا فكرة مبادرة فرحتيك لنأكد معنى التراحم في المجتمع وإسعاد أبناء الأسر المتعففة. وبتعاوننا انطلقت فكرة الصندوق والشعار. إبداع بمذاق الفرحة، ألوان نكهتها العيد، جهد بدأب ومحبة، وعطاء يربو ويزيد. هدفنا من هذه المبادرة أن يملأ أهل الخير هذا الصندوق بحاجيات ولبس العيد. وللفضائل روافد تجري بحسن المقاصد، قوافل يحدوها الأمل، يقودها الإخلاص في العمل. بالتآزر والتعاضد، بالأفئدة مع السواعد، من قلب إلى قلب ومن يد إلى يد. خير يفيض بالعطاء والكرم، وخلق أصيل شاكر للنعم. والابتسامة تكتمل والبهجة لا تنتظر. ما تحقق بفضل القلوب الخيرة هو نجاح كبير لهذه المبادرة، وهدف المبادرة إدخال الفرحة والسرور في نفوس الأطفال، الأيتام وذوي الدخل المحدود من الأسر المتعففة التابعين لدائرة الخدمات الاجتماعية. بإئتلاف النفوس تولد الفرحة، تتوزع على الجميع فتكبر وتنمو وتجود بثمارها في الشارقة حيث القلوب سمحة. وللعيد فرحة، فرحة عيد.